تطبيق لا مشروط مع الصديق يوسف الذي تعرض للظلم. كذلك اليوم نحن لدينا الثقة الكاملة في براءة الصديق يوسف والأخ يوسف، كما لدينا الثقة الكاملة في مؤسساتنا القضائية التي ستنصف يوسف لا محالة. ونطرح مجموعة من التساؤلات: لماذا بالضبط يوسف؟ لماذا بالضبط هذا الشاب الخلوق، الشاب الذي يحمل في داخله غيرة على هذه المدينة، على هذا الوطن؟ هذه مجموعة من التساؤلات هي لدى الرأي العام العربي في المواطنين جميعا. لن نجيب عنها اليوم، سنجيب عنها إن شاء الله في وقتها. والآن سأترك الكلمة للإطارات، كل إطار سيأخذ كلمة، غادي يأخذ كلمة في حد. هي وقفة تحتاج إلى تضامن جميع الساكنة، سواء كنت كتعرف سي يوسف فكروني أو لا تعرفه، لأنه بطبيعة الحال هذه الوقفة هي وقفة قبل كل شيء، هي وقفة ضد الظلم، هي وقفة ضد الحقرة، هي وقفة أن يعتقل الأبرياء ويترك يعني الفاعلون خارج السجن. هذا هو الإشكال اللي كنبغيو نعبروا عليه من خلال هذه الوقفة. يوسف فكروني أيها الشاب، ستظل حرا، ستظل طريقا، ستعود إلى أسرتك حرا أبيا. كل العرائش معك، كل الإخوة والأخوات، الرفاق والرفيقات، سكان ساكنة مدينة العرائش هي معك، لأنها تعرف أخلاقك وتعرف نبل أخلاقك. لا داعي لأن أطيل، ولكن أقولها وأكررها، لا يحتاج منا إلى إبداء إطار، بل يحتاج منا إلى أن نبدي مواطنتنا فوق كل شيء. شكرا لكم على تضامنكم، ولازلنا على هذا النهج مستمرون. المدير واللي خدام جا قال له دير، واش غنقول له كتب لي داك الشيء؟ ما يمكنش، لان ما يعطينيش لا بريم، غينوطني قبيح، يقدر يجري عليا، نجي انا معطل، نجي ما لابسش مزيان. بالنسبه لهذه الاداره هذه لا، ما كاينش تكافؤ ما بين المستخدم وبين المدير. المدير كيخاف على بلاصتو، المدير كيخاف على بلاصتو، كيتبزنسو في البلايص. هادشي راه واضح، اللي كاين في البنكة كاين في البريد، كاين ماروك تيليكوم، كاين بارتو. هذا حنا اللي خدامين هنا، لو ستريس. انا كنقول يوسف معروف كنعرفو، عندو الكاطكات، عندو الزفت، عندو اخي. هنا جا قال له دير، جات البزنسة خدماتو تخدم، وحنا مع الأسرة ديالو. أنا كنهضر مع الأسرة ديالو، كنقول احنا التضامن ديالنا مع الأسرة ديالو. وشكرا لكم.